السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. هنتكلم النهاردة عن تخفيض السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2019. الفيديو ده هو واحد من سلسلة فيديوهات عن تخفيض السيارات في مصر، مجمعين فيه كل العربيات اللي تم تخفيضها من 2019 لحد وقتنا هذا، عشان لما تيجي تاخد قرار الشراء تخش تبص على العربية اللي انت عايز تشتريها وتشوف فعلا هل في تخفيض تم عليها، وهل التخفيض ده فعلا تخفيض محترم ولا تخفيض وهمي 3000 و5000. وعشان نعرف الشركات اللي بتتلاعب في موضوع التخفيضات زي اللي بيحصل في الاوكازيونات في مصر، نعلي السعر علشان نرجع نخفضه تاني ويبقى ما خسرناش حاجه. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديده. نبدا على بركه الله. شيفروليه ماليبو هي احد اقوى سيارات شيفروليه السيدان هنا في مصر، تم اطلاقها في بدايه عام 2019، لكن مشكله العربيه دي هي انها ما حققتش مبيعات جيده وانتشار في الشارع المصري. ومن العربيات القويه اللي ما حققتش انتشار ايضا هي شيفروليه ايكوينوكس 2020. واعلن منصور شيفروليه عن تخفيض ماليبو 2019 بشكل رسمي عشان تقدر تنافس وتحصل على مبيعات ولو بجزء بسيط. بسعر العربيه الجديد اصبحت بتنافس عربيات قويه جدا زي تويوتا كرول 2020 وسكودا اوكتافيا وفولكس فاجن جيتا والانترا اي دي وكيا جراند سيراتو، عربيات تانية كتير، وانا شخصيا شايف انها قوية جدا بسعرها حاليا، فهي كانت موجهة لمنافسة اوبل انسجنيا لكن حاليا بقت بسعر اقل بفرق كبير. شيفروليه بتحاول تحصل على مبيعات وتحقق انتشار عن طريق عربيتها القوية الجديدة شيفروليه ماليبو 2019. الشركة خفضت اسعارها بحوالي 20,000 جنيه على جميع الفئات، وخفضت سعر ماليبو اكتر من مرة عام 2019، حيث كانت تنافس سيارة بيجو 508 ودلوقتي بتنافس عربيات في فئة سعرية أقل بفرق كبير. أسباب التخفيضات حتى الآن ليست معروفة، لكن لم تقوم السيارة بتحقيق أي نجاح أو مبيعات أو انتشار في الشارع المصري لحد دلوقتي، ده بالرغم من أنها نازلة بكماليات قوية جدا ووسائل أمان كتير وتصميم خارجي رائع، ودي لغة تصميم عربيات شيفروليه جديدة في الخارج، ودي الموجودة حاليا في إيكوينوكس. ونتمنى تبدأ العربية في الانتشار الفترة اللي جاية لأنها بتعتبر قيمة ممتازة جدا مقابل السعر. تم إطلاق ماليبو بداية 2019 وظهرت فيها السيارة لأول مرة، أول فئة اتخفضت بقت بسعر 370,000 جنيه بدل من 390,000 بتخفيض 20,000 جنيه، تاني فئة بقت ب 400,000 بدلا من 420,000 بتخفيض 20,000 جنيه، الفئة الثالثة بقى سعرها 430,000 بدلا من 450,000 بتخفيض 20,000 جنيه. الفرق في الكماليات بين الثلاث فئات، الفئة الأولى الفرش بتاعها قماش وفيها نظام ذكي لركن السيارة، إزاز فاميه، جنوط، كشافات ضباب، جميع وسائل الامان وانظمه الفرامل اللي نازله ب 370,000. الفئه الثانيه زادت على الكلام اللي فات ده مثبت سرعه وجي بي اس ونازله ب 400,000. الفئه الثالثه زادت على كل اللي فات ده بدال شفتات وفرش جلد وفتحه سقف بانوراما ونازله ب 430,000. العربيه اصبحت قيمه اقوى مقابل السعر، لكن هل هنشوفها فعلا الفتره اللي جايه في الشوارع المصريه ولا هتفضل غايبه ومستخبيه بعد كل التخفيضات والكماليات اللي احنا شايفينها؟ في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.